بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار، الخشوع في الصلاة، من مؤلفات ابن رجب الحنبلي، تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبأ الملاح. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء. عنوان: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. إننا معشر المسلمين بحمد الله تعالى من خير الأمم الموحدة التي أخرجت للناس، ولنا كتاب منزل مقدس وهو القرآن الكريم، ولنا شريعة إلهية وضعت لنا دستورا ينظم حياتنا الدينية والأخلاقية والعمرانية، ويقرر واجباتنا نحو الله عز وجل، ويحدد علاقاتنا ومعاملاتنا فيما بيننا، ويجعلنا محاسبين ومسؤولين أمامه تعالى عما أمرنا به من تكاليف واضحة صريحة قد جاء بها القرآن الكريم وبينتها سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد كانت أركان الإسلام الحنيف مطبقة أحسن تطبيق وعلى أحسن صورة في حياة السلف المعاصر لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من المسلمين الذين كانوا أشد الناس حرصا عليها وتمسكا بها. ولكن مع مرور الأيام والسنين أخذ المسلمون يتبدلون مع أحداث الزمان ويتغيرون مع تغير الدول والحكام، وصار تمسكهم بشعائر دينهم على قدر ما يجدون في نفوس حكامهم من غيرة على الدين وما في طبيعة مجتمعاتهم من اتجاه نحو الصلاح أو الفساد، أو من سير نحو الرقي أو الانحطاط. عنوان: واقعنا من المسؤول عنه. ونلحظ في حياتنا الحاضرة آثارا مؤسفة خلفتها لنا عهود مظلمة من عهود الاستعمار ومفاسده، فأورثت بعض النفوس النفاق وضعف الإيمان الحقيقي، وقل التدين وعدم المبالاة بأداء ما كتب علينا من فروض دينية، ويستوي في ذلك الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين، حتى أصبحت هذه الحالة ظاهرة لها خطرها في كياننا الديني كدولة تؤمن بالله تعالى وبرسوله الكريم ودينه الرسمي هو الإسلام. والله سبحانه وتعالى حذرنا ضاربا لنا الأمثلة لعلنا نتفكر ونتعقل بما حدث للأمم السالفة، فقال في كتابه العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة الأنفال. وأغلب الظن أن هذه الظاهرة يلمسها ويلحظها المسلمون لأنها متفشية في أغلب شعوب أقطارهم الإسلامية، ولا يغيب عنهم ضررها وسوء عواقبها. وما أشك في أننا نحن وإياهم لعلى خطر عظيم إذا لم نجد داعي الله الذي أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. وهذا لا يمنعنا من أن نغتبط ونبارك تلك الصحوة الإسلامية المباركة
التي نشهدها في عالمنا الإسلامي في هذه الحقبة من تاريخنا أراجين لها الاستمرار وأن تؤتي أكلها بإذن الله، على أن تحرص كل الحرص على الفهم الواعي للدين الإسلامي وأبعاده وأعماقه ومراميه وجوهره قبل عربه، داعين لها بأن يحميها الله العظيم من الدخلاء والمنافقين وأصحاب المنافع الشخصية والمتاجرين بها. عنوان كتاب يخدم الهدف الإسلامي. وفي هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم لعالم جليل من علماء الإسلام والفقه الحنبلي ألا وهو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين جمال الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بن رجب الحنبلي لقب جده، الحافظ المحدث المؤلف المشهور بعنوان الذل والانكسار للعزيز الجبار أو الخشوع في الصلاة. هذا الكتاب من يتأمله جيدا دعوة مخلصة بإلحاح ومنادات في إصرار أن تكون أيها المسلم مجاهدا ومؤازرا في مكافحة عادة ترك الصلاة ومعالجة مرض قلة التدين الذي نلمحه في مجتمعنا الذي فشى وانتشر بين الناس بفعل هجمات الصليبية والتبشيرية والاستعمار والشيوعية والصهيونية. ولكن لا نريد أي صلاة، نريد صلاة خاشعة حقيقية. فالخشوع في الصلاة صفة من صفات المؤمنين الصادقين. وقد قدم ابن رجب للخشوع بصفة عامة، ثم تعرض لكيفية تحقيق الخشوع في كل ركن من أركان الصلاة، مما يجعل المسلم يقظا واعيا مؤكدا على موضوع أن خشوع القلب يتبعه بالضرورة اللازمة خشوع الجوارح، مما يعطي ملمحا إصلاحيا تربويا هاما نحن أحوج إليه في عصرنا الحاضر. إن هذا الكتاب الذي ندرسه ونحققه ونعلق عليه حافل دون مبالغة بما يقنع المتردد ويردع المتعنت ويشبع طالب العلم والمعرفة بأمور دينه، بل إنه يشبع أكثر الباحث عن الصفاء الروحي وكيفية الوصول إليه. عنوان الحل. إنني أدعو كل مسلم دعوة صادقة للصلاة، لأن الصلاة هي طريق الفلاح والخلاص. الصلاة هي طريق الطهارة حسا ومعنى. يجب علينا أن نعرف أحكامها وكيفيتها وكذلك جوهرها ولبها، ومعنى معرفة الجوهر معرفة أركانها وشروطها وآدابها وأنواعها. إني أعلم أن التحدث عن ظاهرة قلة التدين أو فهم الدين فهما غير سليم موضوع حساس مثير للقيل والقال، وكل مسلم مهما كانت منازعه ومشاربه سيتحمس ولو ظاهرا لإسلامه. ولكن ما قيمة هذا التحمس الصوري إذا لم نتدارك أفراد مجتمعنا بالحث على التمسك بالدين وأداء الصلوات في أوقاتها؟ إذ هناك في الواقع المشاهد في مجتمعنا مسلمون كثيرون لا يمتون للإسلام إلا بالاسم أو بشهادة الميلاد أو النشأة بين قوم يدعون الإسلام. عنوان مسلمون والله أعلم. مسلمون لا حصر لهم جهلاء لا يعرفون من الإسلام وأركانه وأحكامه شيئا يذكر. مسلمون أدعياء من ملل ونحل ضالة يعرفون عن الإسلام ما ليس منه. مسلمون عديدون أعمتهم المدنية الغربية عن حقائق دينهم وسمو مبادئه، فهم لا يجدون في أحكام دينهم إلا أنها أغلال تكبلهم وموانع
تحول دون انطلاقهم في حرياتهم الآثمة. وأمثال هؤلاء المسلمين لا يجدون في أنفسهم رغبة في أن يستمعوا إلى أي دعوة تدعوهم إلى التدين أو تحضهم على إقامة شعائر الدين. وإذا واجههم أحد في معرض الجد والنصح بشيء من سوء عملهم فمنهم من يستنكر ذلك استنكارا مكتوما مكبوتا، ومنهم من تأخذه العزة بالإثم إن كان واهي الإيمان سليط اللسان أن يقول: ما هذا التهجم والتدخل في حريات الناس الشخصية؟ وما هذا التشدد والتزمت في دين الله؟ وما هذا التأخر والجمود في القرن العشرين الذي قارب على الانتهاء؟ وهل هناك إجبار وإكراه على إقامة الصلاة قصرا؟ وقد يعنفك أو يؤنبك بعضهم ويقول لك: وماذا يهمك إذا أنا صليت أو لم أصلي؟ أنا مسؤول عن نفسي وأنت مسؤول عن نفسك فقط، لا حاجة بي إلى نصحك ووعظك، فوجهه إلى نفسك. وقد يقول قائل لك: ما لي ولا الصلاة، فإن أكثر الذين نراهم يصلون يؤدون الفرض وينقبون الأرض فسادا. عنوان: كلمة حق. ولا نقول لك جرب حظك وانصح من تشاء من أصدقائك الذين لا يصلون ولا يستحون، واستمع إلى ما يقولون من جدل أو حجج أو تفنيد أو تأنيب، فلا تبتئس بما يقولون، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علم، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ويعلم الله أننا لا نقصد من هذه الدعوة المخلصة لله ولرسوله سوى النصح وابتغاء مرضات الله تعالى، ولا نريد أن نعيب أفرادا أو نجرح شعور جماعات أو ننقد أشخاصا بعينهم لقلة تدينهم، ولا نريد أن نخص أقواما أو طوائف أو هيئات بالذم أو القدح في عقائدهم أو سلوكهم لأنهم يتركون الصلاة، فهذا أبعد ما يكون عن مقاصدنا وتفكيرنا، لأنه ليس من مبادئ الإسلام ولا من خلق القرآن الحكيم أعمال التشهير أو التنديد أو الطعن في أحوال الناس وسلوكهم. وديننا القويم السمح رسم لنا طريق الدعوة إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمنافسة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبالدعاء وطلب الهداية للضالين. فلقد كان محمد عليه الصلاة والسلام معلمنا الأول، زعيمنا ومرشدنا وقدوتنا، كان يلاقي من أهله وقومه المشركين والمعاندين أشد ألوان الإساءة والإيذاء، ثم يقول وهو قائم بين يدي ربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن بعد انتشار الإسلام لم يأمر الدين بالسكوت على المنكرات، وكان من أظهر فضائل وخصائص الأمة الإسلامية أنها صارت كما صورها القرآن الكريم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران. وليست هذه الدعوة التي ندعوها هي أول دعوة إلى هذا القصد الديني النبيل، كما أنها لن تكون آخر دعوة من نوعها، بل إن الناس ما عاشوا سوف يستمعون إلى صوت الداعي إلى اتباع أوامر الشرع والحرص على فروض دينهم مثل حرصهم على صحتهم ومالهم ومتاعهم أو أكثر، والعمل مع العاملين على إحياء كتاب الله وسنة رسوله بالجهاد والصدق والإخلاص في العمل. عنوان: حتى تقرعهم القوارع. وها نحن أولئي ما زلنا نسمع كل يوم في الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية
أصوات الواعظين من الخطباء والعلماء والأساتذة المتحدثين في حقائق الدين، ولزوم العمل بأصوله والتمسك بمبادئه الكريمة الأصيلة، واتباع ما جاء به القرآن الكريم. ونحن ما زلنا نقرأ ما يكتبه العلماء والأدباء والمثقفون في الصحف والمجلات والكتب من بحوث ودراسات دينية توجه الناس إلى ضرورة التفقه والتدين ظاهرا وباطنا، وممارسة العبادات قولا وعملا. ومن الناس من يسمع ويتعظ ويرجع إلى صوابه ويتبع نصح الناصحين، ومنهم من يسمع ويتردد ولا يزال يتأرجح بين الحق والباطل، ومنهم من لا يأبه ولا يبالي. وهؤلاء لن يغيروا ما بأنفسهم إلا إذا قرعتهم القوارع، ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وكم نرى في زماننا هذا حرمات من الإسلام تنتهك، نهب وسرقة واستباحة لأموال الناس من محدود الدخل وللمال العام، كذب وغش وخداع ونفاق وتزوير وتحايل، متاجرة بالسموم لهدم الشباب من أجل أموال حرام لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. نرى صلوات تهمل، نرى مساجد تهجر، نرى شعائر تعطل، نرى مسلمين وما هم بمسلمين للأسف الشديد. فهل نسكت ونرضى ونستسلم على ما يحدث؟ لقد انتهكنا الحرمات وارتكبنا الرذائل، واستفحلت مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، لأننا بعدنا عن الله فضعف إيماننا وقل تديننا نحن أيضا، وانعدمت غيرتنا على دين الله تعالى. إن الله يحب الذين يغارون على دينه وحرماته ويعملون صفوفا متراصة في تكوين جبهة قوية من الناصحين والمرشدين والدعاة والغيورين في وجه المستهترين والغافلين عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والآن وبعد هذه الكلمات أستأذنك أيها القارئ المفضل إلى أن تصاحبني عبر الصفحات القادمة كي نقرأ معا ما كتبه ابن رجب الحنبلي عن الخشوع في الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار. عنوان سيرة ابن رجب الحنبلي. هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي، كنيته أبو الفرج، أما لقبه فهو زين الدين، وله لقب آخر أورده ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب هو جمال الدين. ويعرف أيضا بعبد الرحمن أحمد بن رجب زين الدين وجمال الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، لقب جده الحافظ المحدث المؤلف المشهور. المولد. كان مولد ابن رجب الحنبلي في بغداد العباسية في ربيع الأول عام 736 هجرية. ويذهب ابن حجر العسقلاني في درره الكامنة ومعه إسماعيل باشا البغدادي صاحب كتاب هدية العارفين أن مولد ابن رجب الحنبلي كان في عام 706 للهجرة. أما الزركلي في الأعلام فقد ذهب إلى أن مولده كان في عام 736، وأعتقد أن ذلك هو الصواب، فقد قال ابن العماد الحنبلي في شذراته أنه قدم من بغداد أي ابن رجب مع والده إلى دمشق السورية وهو صغير سنة 744 للهجرة. فلو قلنا إن مولده كان عام 706 فمعنى ذلك أن سنة 744
وهو عام قدومه على دمشق سيكون 38 عاما، مما لا يتفق مع وصف ابن العماد له حين ذاك. ولذلك نرجح أن يكون مولده عام 736 هجرية، أي عند دخوله دمشق عاصمة سوريا، كان سنه حوالي 8 سنوات. النشأة وطلب العلم. قضى مؤلفنا ابن رجب الحنبلي فترة حياته الأولى ببغداد، والتي امتدت 8 سنوات، ثم غادرها وقدم دمشق مع والده شهاب الدين أحمد بن رجب عام 744 للهجرة، حيث قضى حياته كلها إلى أن توفي فيها ودفن. ولكنه كان قد ذهب إلى مكة ومصر المحروسة سعيا وراء العلم والمعرفة. كان جد ابن رجب إماما محدثا، أما والده فقد أخذ بيده لحضور مجالس العلم في دمشق، حيث سمع معا من الشيخ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الخباز، وكذلك من الشيخ إبراهيم بن داود العطار. وقد اشتغل ابن رجب بسماع الحديث الشريف باعتناء والده، حتى أجازه ابن النقيب والنووي، وهو غير النووي صاحب كتاب الأذكار، لأنه توفي عام 676، أي قبل مولد ابن رجب بحوالي 60 عاما. وقد استمع ابن رجب الحنبلي إلى العلم في مكة المكرمة على مجلس الشيخ الفخر عثمان بن يوسف، وفي مصر المحروسة استمع إلى صدر الدين بن الفتح الميدومي، كما استمع إلى جماعة من أصحاب ابن البخاري ومن علماء مشهود لهم بالكفاءة والعلم، كما قرأ ابن رجب الحنبلي القرآن الكريم بالروايات، كما أنه استمع إلى المشايخ وقرأ عليهم وأخذ منهم، حتى بلغ من العلم درجة أنه خرج لنفسه مشيخة مفيدة. ويقول ابن العماد الحنبلي إنه كان للرجل ابن رجب مجالس علم أو مجالس تذكير للقلوب يحضرها الناس عامة، هي مباركة نافعة ومالت القلوب بالمحبة إليه. راجع شذرات الذهب. مؤلفات ابن رجب. من أهم مؤلفات ابن رجب المعروفة لنا: 1 شرح جامع الترمذي، 2 شرح قطعة من البخاري، وقد سمي شرحه فتح الباري في شرح البخاري، وهو غير كتاب ابن حجر العسقلاني، 3 ذيل طبقات الحنابلة في جزئين جعله ذيلا على طبقات الأصحاب للقاضي أبي الحسين أبي يعلى الشهيد، بدأ فيه بأصحاب القاضي أبي يعلى من وفيات سنة 460، وانتهى فيه إلى وفيات سنة 751، واشتمل على الترجمة ل552 من علماء الحنابلة حسب طبقاتهم. 4 اللطائف في وظائف الأيام بطريق الوعظ. 5 القواعد الفقهية يقع في 500 صفحة. 6 شرح الأربعين النووية. 7 كتاب أهوال القبور. 8 الكشف والبيان عن النذور والإيمان. 9 كفاية أو حماية الشام بمن فيها من الأعلام. 10 البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى. 11 استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياح القدس. 12 الاستطال فيها يعتصم به العبد من الشيطان. 13 مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن، وله مخطوطة نادرة قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن الكريم. 14 نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس.
خامس عشر القول العذاب في تزوج أمهات أولاد الغياب. سادس عشر الكلام على لا إله إلا الله. سابع عشر صفة النار والتحذير من دار البوار. ثامن عشر وقعة بدر. تاسع عشر ذم الخمر. عشرون مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة. حادي وعشرين شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ثاني وعشرون الفرق بين النصيحة والتغيير. ثالث وعشرون العلم النافع وغيره. رابع وعشرون ذم المال والجاه. خامس وعشرون كشف القربة في وصف حال أهل الغربة، بين قوسين قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن بالقاهرة. سادس وعشرون اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. سابع وعشرون نزهة الأسماع في مسألة السماع واختيار الأولى. ثامن وعشرون كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار أو الخشوع في الصلاة وهو الذي بين أيدينا اليوم. وأحب أن ألفت انتباه القارئ إلى أنه إذا أراد المزيد من المعلومات عن سيرة ابن رجب الحنبلي وعن رسائله ومؤلفاته ومصنفاته فعليه أن يعود إلى كتاب معجم المؤلفين لابن المبرد جمال الدين الذي ذكر فيه بالتفصيل التام أشهر مؤلفات العلماء الحنابلة، وقمنا بتحقيقه لأول مرة مكتبة القرآن، كما أنه من الممكن أن يعود إلى الدراسة التي كتبناها عن ابن رجب ومؤلفاته في تحقيقنا لكتاب مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن. هذا وقد توفي ابن رجب عام 775 للهجرة بعد حياة دامت 59 عاما حفلت بالسعي في طلب العلم والتدريس وتأليف الكتب. عنوان منهجنا في التحقيق. واحد اعتمدت في تحقيق كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار او الخشوع في الصلاة لابن رجب على نسخة مطبوعة قديمة محفوظة بدار الكتب المصرية تم طبعها بالمطبعة العباسية المصرية وتقع في 16 صفحة من القطع الكبير، كما اعتمدت على مخطوطة مصورة على مايكروفيلم يحمل رقم 47883 محفوظ بدار الكتب المصرية من ضمن ما صور من خارج الدار. ويضم المخطوط مجموعة رسائل لابن زين الدين عبد الرحمن المعروف بابن رجب الحنبلي، منها استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، واختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، والذل والانكسار للعزيز الجبار، بين قوسين الخشوع في الصلاة، ورسائل أخرى وقد تم تصويرها من مكتبة فلورنسا الإيطالية. اثنان قمت بتخريج جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب وجئت بتمامها في الهامش، حيث إن ابن رجب كثيرا ما يذكر جزءا من الآية ولا يكملها، وقمت بالتعليق على الآيات بما يناسب موضوع الكتاب. ثلاثة خرجت الأحاديث تخريجا علميا بالرجوع إلى المصادر الموثوق بها للسنة، ذاكرا مكان الحديث ورقم الجزء والصفحة والبيانات الكاملة للحديث. أربعة خرجت بعض الأخبار والآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين والصالحين كي يقف القارئ على صحة وموضع وورود الخبر. خمسة وضعت معاني المفردات مستعينا بكتب اللغة والمعاجم العربية بعد أن قمت بتصحيح الرسالة كلها إملائيا ونحويا ولغويا، ووضعت علامات الترقيم كي يستقيم النص. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا.
ونواصل القراءة تحت عنوان منهجنا في التحقيق. 6. كنت أتمنى أن أعد الفهارس العلمية لهذا الكتاب كي تعين القارئ على الوصول إلى ما يريده، ولكن بسؤال أهل العلم والخبرة قالوا لي إنه من الأفضل أن يعيش القارئ مع هذه الرسالة حتى يأتي على ثمرتها المرجوة. وختاما، إن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، أما نحن فبشر، سمتنا النقص وعدم الكمال. لذلك أستسمحك أيها القارئ الكريم عذرا إن وجدت تقصيرا أو نقصا. والله ولي التوفيق. يسري عبد الغني، القاهرة، 13 مارس 1989، الموافق 7 شعبان 1409. عنوان: النص المحقق لكتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار، بين قوسين الخشوع في الصلاة، للإمام ابن رجب الحنبلي، 736 إلى 795. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد. خطبة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله جابر القلوب المنكسرة من أجله، وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فاختار مقام العبودية مع رسله. وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، تنويها بشرف هذا المقام وفضله. هامش، حديث أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد. عن أبي سعيد الخدري قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، بين قوسين الحديث. وكذا أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، من رواية أنس، وفيه: فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ الحديث. قال العجلوني في كشف الخفاء، ورواه الطبراني في الدعاء بسند رجال ثقاه، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث. انتهى. وفيه: توفني بدل أمتني. تنويها، انتهى الهامش، تنويها بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وآله وصحبه والمستمسكين بحبله، وسلم تسليما. المستمسكين المعتصمين بكتاب الله الكريم. عناوين: طوبى للمنكسرين، أصل الخشوع، خشوع القلب، وصول الخشوع إلى الأعضاء، أين أبغيك يا الله. طوبى للمنكسرين. عنوان: فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته، الخاضعين والخاشعين لها. هامش، المخبتين أي المتواضعين لله تعالى الخاشعين له. نقول: أخبت إلى ربه أي اطمأن إليه. وفسر مجاهد قوله تعالى: وبشر المخبتين بمعنى المطمئنين، وقيل هم المتواضعون. وقال الفراء: أي تخشعوا لربهم سبحانه وتعالى. وأخبت لله أي خشع، وأخبت أي تواضع.
راجع لسان العرب. انتهى الهامش. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هامش سورة الأنبياء الآية 90. إن الخاشع لله تعالى يدفعه خشوعه دوما للمصارعة إلى عمل القربات وفعل الطاعات، ويكون دعاؤه دعاء الموقن بوعد الله تعالى ووعيده، ولذلك فهو يدعو الله رغبا فيما عند الله من الثواب ورهبا مما عنده سبحانه وتعالى من العقاب. انتهى الهامش. وقال: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هامش سورة الأحزاب الآية 35. وقد عرف الحافظ ابن كثير في تفسير الخشوع بأنه السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والدافع إليه الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهى الهامش. ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي عليها يحافظون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هامش سورة المؤمنون الآية 1 و2. فلاح المؤمنين مقرون بصفات بينتها الآيات الأولى من سورة المؤمنين: خشوع في الصلاة، إعراض عن اللغو، فعل للزكاة، حفظ للفروج، رعاية للأمانات والعهود، محافظة على الصلوات. وإذا نظرنا في هذه الصفات نظرة فاحصة عرفنا أن الفلاح ليس أخرويا فقط، ولكنه فلاح في حياتنا الدنيا أيضا إن تحققت هذه الصفات في المؤمنين. والملاحظ أن المولى جل علاه بدأ الآيات بذكر الصلاة وأنهاها بها، لأن الصلاة هي بداية طريق بناء المجتمع الإسلامي الناجح، وهي الأطر الذي تدور داخله كل الأمور الأخرى حافظة لها من أي زيغ، لذلك كانت هي الأساس في تقويم الأعمال المسلم في الآخرة. فإذا صلحت صلاتنا صلحت أعمالنا كلها، وإذا لم تكن كذلك بطل عملنا والعياذ بالله. انتهى الهامش. ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة الإسراء من الآية 107 إلى الآية 109. عنوان: أصل الخشوع. وأصل الخشوع هو لين القلب ودقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هامش حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، وأخرجه مسلم كتاب المساقاة، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن، والدارمي في سننه كتاب البيوع، وكلهم أخرجوه عن طريق النعمان بن بشير من حديث طويل. انتهى الهامش. فإذا خشع القلب
خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. وفي رواية: واستقل به قدمي. هامش حديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين، وأبو داود كتاب الصلاة، والترمذي كتاب الدعوات، والنسائي كتاب التطبيق، كلهم عن طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح بدون قوله وما استقل به قدمي، فإنه قد أخرجها الدارقطني في سننه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيضا. انتهى الهامش. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. هامش: السلف أجدادنا من المسلمين العظام أو رجال الدين والعلم والصلاح، الذين قدموا الكثير والكثير لخدمة الفكر الإسلامي. والسلفية تعني الانتماء إلى هؤلاء والأخذ من علمهم الفياض البعيد عن البدع، وعدم مخالفة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد العلماء الأفاضل المشهود لهم بالثقة والفضل. إذن السلفية لا تعني الجمود والتأخر، لا تعني التزمت والتخلف كما يزعم بعض المتحذلقين والمتفيهقين. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اعلم أن سكون الجوارح واطمئنانها وخضوعها لخالقها عز وجل مرتبط بتحقيق الخشوع في القلب المسلم. ولهذا يجب أن تتجه جهود المعلمين والدعاء إلى ضرورة إيقاظ الضمائر والهمم وتحقيق أنبل المعاني، ألا وهو خشوع القلوب قبل أن تخشع الجوارح. ولا نريد خشوعا للجوارح مجردا عن خشوع القلوب، فعندما تستقيم الأبدان وتكون خاضعة ملتزمة بأمر الله تعالى التزاما نابعا من قلوب خاشعة عالمة بجلال الله تعالى وهيبته. والحديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال وساقه بلفظه. قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد بن المسيب، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسمى. انتهى الهامش. عنوان: خشوع القلب. قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك. هامش: الآية من سورة المؤمنون. راجع الأقوال التي أوردها ابن رجب الحنبلي في تفسير الآية الكريمة، وراجع أيضا تفسير ابن كثير. كنفك أي جناحك، والمراد أن يلين المسلم جانبه لأخيه المسلم، لا يتعالى عليه، لا تحقره أو تحتقره، بل يكون معه في سلوكه مثال طيب للتواضع والحب والرحمة والرأفة. وقد علمنا القرآن أن نخفض جناحنا لإخواننا في الإيمان، والله قادر على أن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه
يكون التواضع والرأفة سلوكهم في معاملة المؤمنين، وفي نفس الوقت عزة على الكافرين. راجع الآية 215 من سورة الشعراء والآية 54 من سورة المائدة. انتهى الهامش. وقال عطاء ابن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقال أبو شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. قد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاهتزازها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإرادته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى، وينكسر وينخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات والحركات كلها، وكذلك الصوت، حتى وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن. فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها، وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارها يوم القيامة بالخشوع. هامش: يشير ابن رجب هنا إلى قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة المعارج الآية 44. ومعنى ترهقهم ترهقهم أي تغشاهم. انتهى الهامش. عنوان: وصول الخشوع إلى الأعضاء. فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان طاعات الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع نفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هامش: أورده الغزالي في إحياء علوم الدين، قال: قد جاء في الخبر: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قال الحافظ العراقي في تخريجه: أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه الحارث ابن عبيد الأزدي، ضعفه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وحكم عليه نفس الحكم ابن معين أيضا. انتهى الهامش. ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. هامش: هذا الخبر أورده ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال إلى آخره، مع اختلاف في بعض الألفاظ. وقد أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ:
يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطئ رقبته فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. انتهى الهامش. وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. هامش أي صفات الله عز وجل المنزهة عن كل نقص. انتهى الهامش. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. هامش. الله سبحانه وتعالى لا يبطش ولا ينتقم ولا يعاقب من يقترب منه، من يذكره دائما، من يخاف منه، ولكنه سبحانه يفعل ذلك بأهل الضلال والفسق والكبر، بمن نسوه سبحانه وتعالى، بمن تحالفوا مع الشيطان. انتهى الهامش. وهو سبحانه وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله. هامش الانكسار بمعنى القلب الخاشع وليس القلب المغرور الجاحد. انتهى الهامش. وهو سبحانه وتعالى يتقرب ممن يناجيه في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود، كما يتقرب من عباده الداعين له، السائلين له، المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم. ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. هامش السحر مفرد الأسحار التي هي جمع تكسير على وزن أفعال، والسحر هو ثلث الليل الأخير وقت تلاشي الليل وإقبال النهار، والسحر أيضا آخر الليل قبيل الصبح، راجع لسان العرب. والاستغفار بالأسحار صفة من صفات المؤمنين المتقين الذين صدقوا مع الله في إيمانهم به وباليوم الآخر، فكانوا بحق فرسانا بالنهار يعملون ويجدون مع خدمة الإسلام قواما بالليل، ذلك لأنهم جعلوا الدنيا جسرا يعبرون عليه للدار الآخرة. انتهى الهامش. عنوان: أين أبغيك يا الله. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى عليه السلام: أي ربي أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعة، فلولا ذلك لانهدموا. هامش أبغيك أي أجدك، والمعنى أن المولى سبحانه وتعالى يكون حيث القلوب الخاشعة المتواضعة يقترب منها كل يوم باعة، فلولا ذلك لانهدمت هذه القلوب، والله أعلم. انتهى الهامش. وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار قال: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم باعة، ولولا ذلك لانهدموا. هامش الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد
عن عمران القصير وساقه بلفظه دون قوله من أجلي. انتهى الهامش. قال جعفر: فقلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي أقرأني الكتاب فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم بما تنكسر؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل. عناوين: الصبر والرضا، الخشوع والعلم النافع، وتصبع الجبل من خشية الله، بيان الخشوع في الصلاة، هذه كفارة الذنوب، طهارة وخشوع القلب. الصبر والرضا عنوان. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هامش: فلم تعده أي لم تزره. وزيارة المريض واجبة، بل هي حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. حديث متفق عليه. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل. انتهى الهامش. وروى أبو نعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك. هامش: اصطفيتك فعلها اصطفى، والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة الآية 32 بعد 100. فالله اختار لنا الدين ليكون هو هدي حياتنا ومصلحا وسراجا منيرا لدنيانا. والحديث أورده الألوسي في روح المعاني في تفسيره لآية: قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، سورة الأعراف الآية 44 بعد 100. وقال: أخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما كلمتك؟ قال: لا يا رب. قال: لأني لم أخلق خلقا تواضع لي تواضعك. انتهى الشريط الأول من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحنبلي، وللكتاب بقية على الشريط الثاني. الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار. عنوان: الخشوع والعلم النافع. وتواضعه هذا هو الخشوع، وهو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم.
فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أوى يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال: لقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعة. هامش لم أقف عليه عند النسائي في سننه، ولكن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه. كتاب الفتن كلاهما عن زياد بن لبيد بنحوه. وقد نقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجه في الزوائد: هذا إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. قال البخاري في التاريخ الصغير: لم يسمع سالم بن أبي الجعد ابن زياد بن لبيد، وتبعه على ذلك الذهبي في الكاشف، وقال: ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. انتهى الهامش. وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبي الدرداء، وأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت حدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح. هامش حديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب العلم بشرح الإمام ابن العربي المالكي عن أبي الدرداء، وفيه قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء. الحديث انتهى الهامش. وروى سعيد بن بشير عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع. فذكر هامش أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال قتادة: ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث. وقد أورده علاء الدين ابن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وعزاه للطبراني عن شداد بن أوس. انتهى الهامش. ورواه أبو بكر ابن أبي مريم عن حمزة بن حبيب مرسلا، وروي نحوه عن حذيفة من قوله: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، وإنما كان على اللسان، فهو حجة الله على ابن آدم، يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين عن أبي وائل الذي قال: جاء رجل يقال له نهيلة بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ من ماء غير آس أم من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الحديث. فهذا الرجل لم يهتم من القرآن إلا برسمه فقط لا غير، ولم يتدبر ويعي ما فيه، ولم يتفكر. ولذلك قال له ابن مسعود: أكل القرآن قد أحصيته وفهمته سوى هذا؟ فأبان الرجل عن كيفية تعامله مع القرآن، حيث إنه يقرأ المفصل في ركع، والمفصل على ما رجحه العلامة الزركشي في كتابه،
البرهان في علوم القرآن بتحقيق أستاذنا محمد أبو الفضل إبراهيم يبدأ بسورة قاف إلى نهاية القرآن الكريم، أي حوالي 66 سورة. ولذلك قال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر. والهذ في اللغة بالذال هو القراءة السريعة على حد ما قاله صاحب لسان العرب. وللمزيد من التعريف بفضل المفصل وعدد سوره وما قيل فيه من أحاديث وأقوال، راجع كتاب مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن لابن رجب الحنبلي، والذي قدمناه لأول مرة للقراء من مخطوطة نادرة لم يكشف النقاب عنها من قبل، وكانت دراستنا لها وتحقيقها عبر مكتبة القرآن بالقاهرة. انتهى الهامش. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم. وروي مرسلا عن الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. هامش: جاءت في نسخة على ابن آدم، وهذا خطأ واضح، والصحيح على ابن آدم. الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي، أي رفعه التابعي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمرسل إذا أسند عن ثقاه يتقوى وتنكشف صحته. وقد روى كثير من الرواه أحاديث مرسلة، ولهذا أفرد بعض المؤلفين كتبا خاصة لبيان الأحاديث المرسلة وأخرى لبيان الرواه الذين رووا أحاديث مرسلة. مثال لذلك أبو داود في سننه، له كتاب المراسيل، والموقوف عكسه المرفوع، وهو ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعة ولا يصح وصله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابيين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم. هامش: الحديث أورده أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد من قول الحسن بنحوه، وكذا المنذري في الترغيب والترهيب من رواية جابر، ثم قال: رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد الحسن، ورواه ابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلة بإسناد صحيح. ثم أورد أيضا رواية أنس، وقال: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، والأصبهاني في كتابه، ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياض من قوله عن أنس غير مرفوع. قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين: أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر، وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح، وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد، وأعله ابن الجوزي. انتهى الهامش. ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هامش: سورة فاطر، الآية 28. الله لا يخشى أحدا، إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال الموصوف بالأسماء الحسنى، وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم. فالذي يخشى الله تعالى من عباده العلماء. راجع تفسير ابن كثير. انتهى الهامش. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هامش:
سورة الزمر الآية 9. القانت هو الخاشع المتواضع المتذلل لله وحده، وآناء الليل ساعاته، فهو قائم بين يدي مولاه العظيم، خاشع خاضع يتمثل أمامه الآخرة وما فيها من أهوال الحشر والعرض والحساب والصراط، وهو في كل هذا يعلم أن المخرج هو الالتجاء إلى رب العزة، ولذلك فهو يرجو رحمة ربه. لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم الحقيقي هو الذي يزيدني تواضعا وخشوعا وتقوى. العلم الحقيقي هو الذي يظهر أثره جليا في سلوك العبد مع ربه. انتهى الهامش. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة الإسراء. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر الآية 23. هامش: لقد توعد الله القاسية قلوبهم الذين هم في ضلال مبين، الذين لا تلين قلوبهم عند ذكره سبحانه وتعالى، ولا تخشع ولا تفهم ما أنزل الله بالويل. أما الذين تحققت فيهم خشية الله القائمة على علم تام بجلاله وهيبته سبحانه، فلهم شأن آخر مع كتاب الله الكريم، حيث تقشعر الجلود خوفا ورهبة وإجلالا، ثم تلين الجلود والقلوب وتصبح طيعة لأمر الله لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه. راجع تفسير ابن كثير بتصرف. انتهى الهامش. ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون الآية. هامش سورة الحديد الآية 16، وتمامها قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن كثير: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، لذلك حذرنا الله تعالى أن نكون مثل الذين سبقونا طال عليهم الأمد وأشربوا حب الدنيا فقست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد، فلا ذكر الجنة يرغبهم في طاعة الله ولا ذكر النار أبعدهم عن معصيته. انتهى الهامش. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. هامش أخرجه الإمام مسلم القشيري كتاب التفسير عن ابن مسعود. انتهى الهامش. خرجه مسلم وخرجه النسائي وزاد فيه: فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. وخرج ابن ماجه من حديث الزبير رضي الله عنه قال:
لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين. هامش أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد عن أبي حازم أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره الحديث، فهو من حديث عبد الله بن الزبير وليس من حديث الزبير كما ذهب ابن رجب، والله أعلم. انتهى الهامش. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه، وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. هامش الاستغناء بالقرآن اسم كتاب لابن رجب الحنبلي ذكره إسماعيل البغدادي في كتاب هدية العارفين طبع وكالة المعارف اسطنبول عام 1951. انتهى الهامش. عنوان: وتصدع الجبل من خشية الله. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية سورة الحشر الآية 21. تمام الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالآية مثل يعطيه الله لعباده حتى يمتثلوا لأمره سبحانه ولا ينفكوا عن الخشوع لأوامر الله تعالى. وكما يقول ابن كثير في تفسيره: إذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع لجلال الله وتتصدع من خشيته تعالى وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. راجع ابن كثير في تفسيره. انتهى الهامش. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها. هامش دحاها أي بسطها فجعل الجبال منبسطة ليس بها هضاب ولا مرتفعات، ومنه قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. النازعات الآية 30. راجع المختار الصحاح صفحة 200. انتهى الهامش. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. صدع بمعنى خشع قلبه لله سبحانه وتعالى. وروي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: يا ابن آدم، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه، مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. أما سمعته يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها. هامش وسوس لك الشيطان بخطيئة أي بذنب ترتكبه في حق الله أو منكر نهى الله عنه تقترفه. الجبال الرواسي الجبال العالية الشامخة كالطود المرتفع. لتتفكر التفكر بمعنى التأمل والتدبر للوصول إلى الإيمان الواعي المكلل بالخشوع والاطمئنان. تعتبر بها الاعتبار الاتعاظ وأخذ الدرس والعظة.
تنزجر ناقصة في طبعة المكتبة القيمة. انتهى الهامش. فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها عن معاصي الله عز وجل. وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك من حكمة، لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هامش حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، ولفظه من بين المعقوفتين زائدة من صحيح مسلم. انتهى الهامش. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. هامش أخرجه أبو داود كتاب الوتر، وابن ماجه كتاب الدعاء، والنسائي كتاب الاستعاذة، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من الأربع نقاط ومن دعاء لا يسمع. وأخرجه الترمذي كتاب الدعوات عن عبد الله بن عمرو بنحو لفظ أبي هريرة مع تقديم وتأخير. ثم قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو. وقد أورد ابن رجب هذه الوجوه في كتابه الهام فضل علم السلف على الخلف، المطبوع في مصر بمطبعة مصطفى الحلبي سنة 1347 هجرية، الصفحة الرابعة. انتهى الهامش. ويروى عن كعب الأحبار قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى، قلب لا يخشع، علمه لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. هامش أي لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا مبارك بن فضالة كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم، وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأي عين، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم من الله أمر فصدقوا به، فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كتاب الورع هامش كتاب الورع، هذا الكتاب أخذ منه الكثيرون من أهل العلم والفقه. وأفضى يقينها إلى قلوبهم بمعنى أدى. قلوبهم وأبدانهم أي أجسامهم وجوارحهم، كأنهم رأي عين رؤية العيان. فنعتهم أي وصفهم. والآية من سورة الفرقان الآية 63: يمشون على الأرض هونا أي يمشون بسكينة ووقار دون استكبار، حتى إن السفهاء إذا تسافهوا عليهم لم يردوا عليهم إلا بالخير والمعروف. قال الشافعي: متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب. وقال: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت.
وقال سالم ابن ميمون الخواص: سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. شرار الناس لو كانوا جميعا قذا في جوف عين ما قذيت، فلست مجاوبا أبدا سفيها خزيت لمن يجافيه خزيت. وقال الشافعي أيضا: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. وقال: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالفة الفقيه. وقال المتوكل الليثي: لا تتبع سبل السفاهة والخنا، إن السفيه معنف مشتوم. انتهى الهامش. قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون، ثم ذكر ليلهم خير ليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هامش: الجهل هنا بمعنى السفه والحمق، وليس بمعنى ضد العلم. يقول أبو العلاء المعري: عداوة الحمق أعفى من صداقتهم، فأبعد من الناس تأمن شرة الناس. وقال صالح عبد القدوس: احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب حركته الريح وهنا فانخرق، كحمار السوء إن أقدمته رمح الناس وإن جاع نهق، وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق، وإذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق، عجبا للناس في أرزاقهم، ذاك عطشان وهذا قد غرق. ويقول واصل ابن عطاء: تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل، فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله، كما كان قبل اليوم يشقى ذو الجهل. ويقول أستاذنا العقاد: الطيش أن تعمل ما تشتهي، وقد يساوي النفع فيه الضرر، والحزم أن تحذر ما تتقي، وقلما يغنيك فيه الحذر، كفآن إن وازنت حظيهما، يا صاحي فاختر منهما ما حضر. ويقول المري: وكن أكيس الكيس إذا كنت فيهم، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقى. ويقول عمرو ابن كلثوم في معلقته: ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وأحيل القارئ للمزيد من التعريف بالمعنى اللغوي للحمق والحلم إلى أساس البلاغة لجار الله الزمخشري وتفسير ابن كثير. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في الهامش. وعن الحلم يقول المتنبي: فما الحداثة عن حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ويقول الخزيمي: أرى الحلم في بعض المواطن ذلة، وفي بعضها عزا يسود صاحبه. وقال المتنبي: وإذا الحلم لم يكن في طباع، لن يحلم تقدم الميلاد،
إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. ويقول كثير عزة: وفي الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. ويقول البارودي: وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز، يستحسن كالحلم والمرء قادر، ولو تكاليف السيادة لم يخب جبان، ولم يحو الفضيلة ثائر. ويقول علي بن مقرب: والحلم في بعض المواطن ذلة، فاصفح وعاقب وأعجلا وتأبدا، ما قل حلم مصلحا بل طالما عز السفيه الحلم عنه فأفسدا. انتهى الهامش. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ينتصبون لله على أقدامهم، ويفترشون وجوههم لربهم سجدا، تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. الآية من سورة الفرقان، الآية 64. والآية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكلمة قيامة ناقصة في طبعة المكتبة القيمة. وفرقا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. انتهى الهامش. وقال الحسن رحمه الله تعالى: لأمر ما سهروا ليلهم، لأمر ما خشعوا نهارهم. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هامش الآية من سورة الفرقان، الآية 65. وقد ورد قول العالم الأريب والعلام الصالح الحسن البصري في تفسير الحافظ ابن كثير: الغرام في اللغة هو الشر الدائم والعذاب. ووصف المولى سبحانه وتعالى جهنم بأن عذابها كان غراما. قال أبو عبيدة: أي هلاكا ولزاما لهم. ورجل مغرم من الغرم والدين، وقد أغرم بالشيء أي أولع به، والغريم الذي عليه الدين، يقال خذ من غريم السوء ما سنح. وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين. قال كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول مغنى غريمها، وأغرمه غرمه تغريما. والغرامة ما يلزم أداؤه، وكذا المغرم والغرم. وقد غرم الرجل الدية بالكسر غرما. انتهى الهامش. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض. قال: صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فاعلموا وأنتم تتمنون، فإياكم وهذه الأماني رحمكم الله، فإن الله لم يعط عبدا بأمنيته خيرا قط في الدنيا والآخرة. وكان يقول: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. هامش: وفي ذلك يقول ربنا العظيم في كتابه المجيد: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء، الآية 23 بعد 100. يقول علي بن مقرب: إنما تدرك غايات المنى بمسير أو طعان وجلاد، واللبيب الحي لا يخدعه لمعان الآل
عن حفظ المزاد. ويقول الأبوري: ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى أخو اللؤم فيها والكريم يخيب. ويقول أستاذنا العقاد: لا تكن موئلا لآمال قوم سوف تمنى ببأسهم منك بعد، واخف ما استطعت منهم يخالوا أمنهم من أذاك غنما يعد. ويقول علي بن الجهم: يا أيها المطلق آماله من دون آمالك آجال، كم أبلت الدنيا وكم جددت منا وكم تبلى وتغتال، ما أحسن الصبر ولا سيما بالحر إن ضاقت به الحال. ويقول مكنف ابن معاوية: ترى المرأة يأمل ما لن يرى، ومن دون ذلك ريب الأجل، وكم آيس قد أتاه الرجا وذي طمع قد لواه الأمل. وتقول السيدة عائشة التيمورية: كم ذا نهنئ بالآمال أنفسنا حتى كأن الفتى طول المدى باقي، وانظر ترى الناس سكرى غفلة عظمت أدارها الدهر واستغنى عن الساقي، وما الحظ إلا امتلاك المرء عفته، وما السعادة إلا حسن أخلاقي. ويقول شوقي: الأماني حلم في يقظة، والمنايا يقظة من حلمي. ويقول هبة الله بن عرام: نميل مع الآمال وهي غرور، ونطمع أن تبقى وذلك زور، وتخدعنا الدنيا القليل متاعها، وللشيب فينا واعظ ونذير، وتزداد فيها ونزداد فيها كل يوم تنافسا وحرصا عليها، والمراد حقير، ونطلب ما لا يستطاع وجوده، وللموت منا أول وأخير. انتهى الهامش. عنوان: الخشوع والخاشعون. فصل في بيان الخشوع في الصلاة. وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. الناشئ أي الناتج عن خشوع القلب واطمئنانه. ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة، وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة، وقال ابن لهيعة عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث بن مجاهد في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. هامش: القنوت فعلها قنت وأصله الطاعة، وجاء في القرآن الكريم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، الآية 31 من سورة الأحزاب. يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الآية 43 من سورة آل عمران. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، الآية 9 من سورة الزمر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، الآية 20 بعد 100 من سورة النحل.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية 34 من سورة النساء. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية 5 من سورة التحريم. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الآية 16 بعد 100 من سورة البقرة. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الآية 26 من سورة الروم. وقوموا لله قانتين. الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآية 17 من سورة آل عمران. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. الآية 35 من سورة الأحزاب. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الآية 12 من سورة التحريم. والقنوت الطاعة لله سبحانه وتعالى، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا. وفي الحديث الشريف أفضل الصلاة طول القنوت، ومنها قنوت الوتر. انتهى الهامش. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. خفض الجناح بذلك جعل معنى القنوت يفيد العموم والشمول، فهو الركون إلى الله تعالى، والخشوع وعدم النظر إلى ما حرم الله، والتواضع، كل ذلك من رحمة الله تعالى. انتهى الهامش. قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة أهاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. هامش: خاف وخشي من أن يلفت نظره إلى شيء من الأشياء، وعلى سبيل المثال أن يعبث بشيء مثل الحصى، أن يتذكر أمرا من الأمور، أو يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا الفانية. انتهى الهامش. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع في الصلاة. هامش: سيماهم في وجوههم، سورة الفتح، الآية 29. وقد أورد ابن كثير هذا القول في تفسيره عن منصور عن مجاهد قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، يقصد بذلك العلامة التي تكون في الوجه من كثرة السجود لله تعالى. وربما كان بين عيني، أي العلامة، من هو أقسى قلبا من فرعون. وكم من دعي يتباهى بهذه العلامة وقلبه مليء بالنفاق والغش والغرور. فمطلوب الصلاة هو الخشوع والتواضع لله، والسجود هو الذي يحدث هذا الخشوع الذي تظهر علاماته على وجه العبد. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن،
وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول: يا ربي يا ربي يا ربي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداش. هامش إقناع اليد أي رفعهما في ذل وخضوع، ومنه قوله تعالى عن الظالمين: مقنعي رؤوسهم، الآية 43 من سورة إبراهيم. والصلاة مثنى مثنى تشهد كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك، ومعنى تخشع من خشع، والخشوع هو الخضوع، ويقال خشع واختشع، وخشع ببصره أي غضة، والخشعة أكمة متواضعة. وفي الحديث: كانت الأرض خشعة على الماء ثم دحيت. والتخشع تكلف الخشوع، وتضرع من ضرع أي خضع وذل، وتضرع إلى الله تعالى أي ابتهل له جل شأنه. والتمسكن من السكون أي الوداع والوقار. والمسكين هو الفقير الذي يغلق عليه داره ولا يسأل الناس إلحافا أعطوه أو منعوه، ولا يسأل ولا يفطن إليه ولا يفطن إليه فيعطى. وليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس، ولأنه لا يسأل لا ينتبه الناس إليه فيعطوه. وقد يكون المسكين بمعنى الذلة والضعف. فهي خداج، الخداج عما قاله الأصمعي النقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام، كما جاء في لسان العرب لابن منظور. انتهى الهامش. عنوان: هذه كفارة الذنوب. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرؤ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هامش: كفارة أي إلا كانت ماحية لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب المرء كبيرة، ويظل ذلك الزمن كله، والله أعلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، الحديث 7 عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. انتهى الهامش. ومما يظهر فيه الخضوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. هامش: قال الشوكاني محمد بن علي في كتابه نيل الأوطار، نشر مكتبة الدعوة الإسلامية بدون تاريخ، قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه. انتهى الهامش. قال علي ابن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى: ما سمعت في العلم أحسن من هذا. هامش: قال علي ابن محمد المصري الواعظ رحمه الله: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. هو علي ابن محمد المصري علاء الدين، فقيه واعظ كانت وفاته
نحو سنة 1127، وبملاحظة أن وفاة ابن رجب الحنبلي كانت عام 795 هجرية، نعرف أن العبارة التي بين القوسين عبارة أدخلت على كتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي، ولعلها كانت تعليقا على هامش النسخة فأدخلها الناسخ في متن نص الكتاب، والله أعلم. راجع في ترجمته الأعلام للزركلي وهدية العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين لإسماعيل البغدادي، طبع وكالة المعارف، اسطنبول 1951. انتهى الهامش. وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال: أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. هامش: بشر الحافي زاهد متصوف، ولد في مرو عام 150، وانتقل إلى بغداد، واجتمع حوله كثير من المريدين، وكانت وفاته عام 227 للهجرة. انتهى الهامش. وروى محمد ابن نصر المرزوي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. وفسره بعض رواته بقبض شماله بيمينه وانحنى. وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى. وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب. عنوان: طهارة وخشوع القلب. كان ذنون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده، خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. أخرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، وهو نوعان: أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل الوضوء وثوابه، ثم قال: فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. هامش: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين في حديث طويل، وفيه: هو له أهل بدل هو أهله، وكهيئة يوم بدل يوم. وقد أورده المنذري في كتابه المشهور الترغيب والترهيب، وعزاه إلى عمرو ابن عنبسة بزيادة نون، وهو خطأ. قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون فيه نونا، وهو غلط فاحش ومنكر ظاهر. انتهى. ويذكر عمرو ابن عبسة أو عمرو ابن عنبسة. يذكر أبو نجيح روى له مسلم حديثا واحدة، وروى له أبو داود 4 أحاديث، والترمذي 11 حديثة، والنسائي 5 أحاديث، وابن ماجه 5 أحاديث، وأحمد بن حنبل في مسنده 6 أحاديث، 6 أحاديث حسب ما وجدت في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. انتهى الهامش. الثاني: عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا،
وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته. ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وسبق ذكره. وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى. ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا، وهو أصح. هامش محمد بن سيرين صاحب كتاب تفسير الأحلام المشهور، وهو من علماء السنة الأجلاء المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى. والآية من سورة المؤمنون. والحديث أورده أبو بكر بن محمد بن موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أصدرته دار إحياء التراث العربي في بيروت في طبعة مصورة على طبعة إدارة الطباعة المنيرية، وقد اطلعت عليها في دار الكتب المصرية. يقول الحازمي: الحديث عن ابن سيرين مرسلة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزلت قد أفلح المؤمنون الآية ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى، ينظر ببصره نحو الأرض. قال الحازمي: وهذا وإن كان مرسلا غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تشهد له. وقال السيوطي في كتابه أسباب النزول: أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. وأخرج ابن مردويه بلفظ: كان يلتفت في الصلاة. انتهى الهامش. وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا ويسارا. هامش: لم يعد بصره، أي لم يتجاوز بصره موضع قدميه من شدة الخشوع. في الأصل: فتوفي عمر، والتصويب من سند ابن ماجه في سننه: فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه. في الأصل: ثم توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت الفتنة، والعبارة الصحيحة: وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، من سنن ابن ماجه. كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي مجمع الزوائد في إسناده مصعب ابن عبد الله، وذكره ابن حبان في الثقة، قال العجلي: ثقة. وموسى عبد الله لم أرى من جرحه ولا من وثقه. ومحمد بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقة. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابن ماجه بإسناد حسن إلا موسى ابن عبد الله ابن أمية المخزومي، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه، ولا يحضر في فيه جرح ولا تعديل. انتهى التسجيل على الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار، وللكتاب بقية على الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار. عنوان: احذر أن يختلسك الشيطان. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هامش: حديث أخرجه البخاري، كتاب الأذان، وأبو داود في سننه كتاب الصلاة، والنسائي كتاب السهو، كلهم رواه عن أم المسلمين.
عائشة رضي الله عنها. قال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار: والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود رحمه الله تعالى والنسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. هامش أورده أبو داود رحمه الله، وما بين القوسين ناقص في طبعة المكتبة القيمة لهذا الكتاب. الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ عن أبي ذر الغفاري كتاب الصلاة، وكذا أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي كتاب السهو والدارمي كتاب الصلاة، كلهم عن أبي ذر بلفظ: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. كما أورده المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ أحمد وعزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، فذكر منها: وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هامش أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده والترمذي كتاب الأمثال، كلاهما عن الحارث الأشعري. قال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ثم قال: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والنسائي بعضه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الحافظ: وليس للحارث في الكتب الستة سوى هذا. وأعتقد أن الحارث هذا الحارث ابن الحارث الأشعري، روى له الترمذي في كتاب الأدب، وروى له أحمد بن حنبل، والله أعلم. انتهى الهامش. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه وإن يناجيه فلا يلتفت. هامش: أبو هريرة كان رضوان الله عليه عابدا زاهدا كثير الصلاة والذكر والاستغفار شديد المراقبة لله تعالى، وهذا يتناقض مع استباحة الكذب على رسولنا الكريم، كما يزعم من يوجه الذم لهذا الرجل الجليل كي ينفذ إلى إنكار السنة النبوية ككل. لقد عرف القوم أبا هريرة وعرفوا قدره وتقواه، فقدموه ليصلي على عائشة رضي الله عنها. وفي رواية موثوق بها أنه صلى على أم سلمة رضي الله عنها. لم يكن للرجل قصر كما قال من لا خلاق له في عصرنا الحديث، إنما كانت له دار، والدار لا تدل على أي نوع من الرخاء أو الرفاهية. وقد استباح بعض الذين هاجموا هذا الصحابي الجليل فحرفوا الكلمة وجعلوها قصرا بدل دار، كما نص على ذلك ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ. كان رضوان الله عليه مقلا من الدنيا يتصدق بما يصل إلى يده من مال. بعث إليه مروان بن الحكم بمئة دينار كي يختبره بها، فلما صبح الصباح أرسل إليه وقال له: إني غلطت ولم أردك بها، وإني إنما أردت غيرك. فقال أبو هريرة: قد أخرجتها، فإذا خرج عطائي فخذها منه. وقف أبو هريرة رضي الله عنه مواقف لا تدل على أن له أي أهواء سياسية، منها أنه عارض مروان بن الحكم والي المدينة يوم أراد المسلمون دفن الحسن بن علي رضي الله عنهما مع جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعارض مروان ذلك. قال له أبو هريرة يوم
ذاك تدخلت فيما لا يعنيك. ووقف ضد الثوار مع الصحابة يدافع عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه المفترى عليه، ووقف محايدا في الفتنة التي قامت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ولم ينضم إلى أحد الفريقين لمطمع سياسي يظفر به لو غلب الذي وقف بجانبه. كان رضي الله عنه وأرضاه موضع ثقة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكانت أحاديثه محل عناية بجميع الفقهاء وأئمة المجتهدين في مختلف الأمصار الإسلامية. حقا لقد كانت كثرة أحاديثه محل استغراب وتعجب من بعض الناس لتأخر إسلامه وقصر مدة صحبته لرسولنا الكريم، ولكنهم مع هذا كانوا يعرفون السبب الحقيقي في كثرة أحاديثه. قال عنه عبد الله بن عمر: هو أعلمنا برسول الله وأحفظنا بحديثه. ويؤكد طلحة ابن عبيد الله أن أبا هريرة قد سمع من رسول الله ما لم يسمع الصحابة، وعلم ما لم يعلموا، وأنهم كانوا قوما أغنياء لهم بيوتات وأهلون، وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع. أما أبو هريرة فكان معه حيثما دار، لذلك لم يشكوا لحظة واحدة في أن أبا هريرة علم ما لم يعلمه الصحابة وسمع ما لم يسمعوه. وإنني أدعو المؤمنين فقط أن يأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها هذا الرجل الورع. لقد عرف الرسول فيه حرصه على الحديث وأخذه وحفظه، فقال له صلى الله عليه وسلم يوما: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أحاديث أبي هريرة قد محصها جميع أئمة السنة وبينوا بجلاء ما صح منها وما هو ضعيف أو موضوع، ولم تصح نسبة حديث واحد من الموضوع أو الضعيف إلى أبي هريرة اليمني الطيب، وإنما كان ذلك من بعض الرواه. والصحيح منها إذا درس وقور بأحاديث الصحابة تبين أنه لم ينفرد منه إلا بالقليل، فمسنده شائع في المسانيد كلها. انتهى الهامش. قال عطاء رحمه الله تعالى: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إلي. وخرجه البزار وغيره مرفوعا، والموقوف أصح. هامش أورده المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة وعزاه إلى البزار، وكان الهيثمي. وفي كتاب كشف الأسطار عن زوائد البزار تأليف نور الدين الهيثمي، والذي حققه الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي، قال البزار: رواه طلحة ابن عمرو بن عطاء ابن أبي هريرة موقوفا. وقال الأستاذ الأعظمي محقق كشف الأسطار: قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه إبراهيم ابن يزيد الخوذي. انتهى الهامش. وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني بقلب وجل ولسان صادق. ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد. هامش الحديث أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، فإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. الخبر. وكذلك أورده الغزالي في إحياء علوم الدين ولم يعزه لأحد. انتهى الهامش. ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخر إلا قائما، يعني يسجد من غير ركوع. كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين من العلماء. وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
هامش الحديث أخرجه النسائي كتاب التطبيق. سمعت يوسف ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائمة. قال السندي في شرحه على سنن النسائي قوله ألا أخر من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلا قائمة أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه. ويقول السندي هذا هو المعنى الذي فهمه النسائي. ثم ذكر فيه معان أخرى وبالجملة فالحديث مما أشكل على الناس فهمه ومما أشار إليه النسائي أحسن. وفي رأينا أنه هو نفس المعنى الذي ذهب إليه ابن رجب الحنبلي في الكتاب الذي معنا. انتهى الهامش. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون سورة المرسلات. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء. فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا له ولخشوعه. ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هامش حديث أخرجه مسلم كتاب الصلاة وأبو داود كتاب الصلاة والنسائي كتاب التطبيق كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ وساقه، ورواه ابن النجار عن عائشة والطبراني عن ابن مسعود بلفظ أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا. انتهى الهامش. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واسجد واقترب. عناوين: احذر أن يختلسك الشيطان. السجود خشوع. أنواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع. معنى المساكين: فضل مقام العبودية. عنوان: السجود خشوع. والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل. وكان بعضهم يقول أكره أن أسجد فتعلوني إستي. هامش الإست هو العجز وقد يراد به فتحة الشرج، والجمع أستاه، راجع لسان العرب لابن منظور. انتهى الهامش. وبعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود. وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود، لما أمره الله بالسجود له. ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هامش حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، وابن ماجه كتاب الإقامة، وابن حنبل في مسنده. وهذه رواية مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفي رواية يقول يا ويلي، وهي رواية أبي قريب. وبهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فعصيت فلي النار. انتهى الهامش. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي والعلو والعظمة والكبرياء وصفك،
ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. هامش حديث أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة عن ابن مسعود، وكذا أخرجه أبو داود كتاب الصلاة وابن ماجه ولكن عن حذيفة بن اليمان، انتهى الهامش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هامش أخرجه أبو داود كتاب الصلاة والنسائي، انتهى الهامش. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده أقول كما قال أخي داود عليه السلام أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه له. قال الحسن رحمه الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا، فقم كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساهم لا تدري ما تقول بلسانك. أخرجه محمد بن نصر المرزوي رحمه الله تعالى. وروى بإسناده عن عثمان بن أبي أوس قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا لا ندري. فقال أبي بن كعب نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك. هكذا أخرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا لا يشهد بقلبه مع بدنه. هامش حديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ فيه طول، قال الحافظ العراقي في تخريجه رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة مرسلة، وأبو منصور الديلمي من حديث أبي بن كعب، ورواه النسائي مختصرا من حديث عبد الرحمن ابن أبزة بإسناد صحيح، انتهى الهامش. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. ومر عصام ابن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال يا حاتم تحسن تصلي؟ قال نعم. قال كيف تصلي؟ قال حاتم أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالعظمة وأقر بالترتيل والتفكير وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم بالنية وأختمها بالإخلاص لله عز وجل وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال تكلم فأنت تحسن تصلي. هامش راجع ما دار بين عصام بن يوسف وحاتم الأصم في إحياء علوم الدين للغزالي، انتهى الهامش. عنوان فصل في أنواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع. ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هامش سورة الأعراف. قال ابن كثير ناقلا عن ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا عينا، انتهى الهامش. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، سورة الأنبياء. فمما يظهر فيه من الذل رفع اليدين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه من الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها في الاستسقاء. هامش تتعرض البلاد الصحراوية أحيانا والبلاد التي تعتمد مزارعها على ري الأمطار لأن يشح ماؤها أو يقل مطرها أو تغور عيونها وآبارها، ويصيب أهلها بسبب عدم كفاية الماء لهم كرب عظيم لما يلاقونه من الجدب والقحط وما يقاسونهم ودوابهم من الظمأ وما تستهدف لهم له زراعتهم وماشيتهم من هلاك، ولا يجد الناس مخرجا لهم من محنتهم هذه إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.
يستغفرونه ويتوبون إليه ويتضرعون إليه تعالى طالبين الغوث منه بالسقيا. قال تعالى في كتابه العزيز مصداقا لذلك: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان الناس على عهد رسولنا الكريم إذا قحطوا استنجدوا به وطلبوا إليه أن يدعو ربه لينزل الغيث. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض وهلكت المواشي، فاستسق لنا الغيث. وفي بعض الروايات أنه أنشده شعرا منه: أتيناك والعذراء يدمى لبانها، وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وليس فرار الناس إلا إلى الرسل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خضلت لحيته الشريفة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عذبا طيبا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى صدره حتى أمطرت السماء. وجاء أهل البلد يصيحون: الغرق الغرق يا رسول الله. فضحك رسولنا الكريم حتى بدت نواجزه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فاستجابت السماء بأمر الله تعالى. وصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين في الجهر والتكبير والقراءة. ويسن أن يقرأ الإمام سورة نوح، وأن يأمرهم قبل الخروج لهذه الصلاة بالتوبة والصدقة والكف عن المظالم ونبذ العداوات وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما في خشوع وفي ثياب خلقة متذللين، ومعهم الصبيان والشيوخ والعجائز والدواب، ويبعدون الرب عن أمهاتهم حتى يعلو صياحهم وبكاؤهم، فيكون ذلك أدعى لرحمة الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أطفال الرضع ومشايخ ركع وبهائم رفع لصب عليكم العذاب صبا. وعند الشافعية يندب للإمام أن يتوجه إلى القبل في نحو ثلث الخطبة الثانية، ويحول رداءه بأن يجعل يمنى الرداء يساره وأعلاه أسفله، ويقلب الحاضرون أرضيتهم كذلك إلا النساء. ويكثر الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم. اللهم على الضراب، أي التلال الصغيرة والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غدقا مجللا، سحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا وقد أفرد الإمام النووي بابا كاملا لأذكار الاستسقاء، فيه فائدة جمة لمن أراد التعرف على هذه الصلاة وأحكامها والمأثور من أذكارها. راجع كتاب الأذكار للنووي بتحقيقنا والذي سبقت الإشارة إليه. انتهى الهامش. فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. هامش حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الاستسقاء، وكذلك أخرجه أبو داود في الاستسقاء وابن ماجه، إقامة الصلاة والنسائي في الاستسقاء، كلهم عن أنس بن مالك. ولفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. انتهى الهامش. وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة. وخرج الطبراني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستعطاء مسكين. هامش لم أقف على هذه الرواية، ولكن قد أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة
متعبصا رداءه رافعا يده لا يجاوزان رأسه وعضلتاه ترعدان. انتهى الهامش. وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. هامش، الإسلام يدعو للتقوى والخشوع في كل العبادات، ولكنه في نفس الوقت يرفض أن نجلس بالليل لا نتحرك ورؤوسنا في الأرض، نمد أيدينا كحالة السائل، ثم نصف ذلك بأنه أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة إليه. وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء، وأعتقد أن كلام ابن رجب هذا فيه نظر والله أعلم. انتهى الهامش. ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة لديه، وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. هامش، حديث أخرجه الترمذي كتاب الدعوات بهذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الترمذي والحاكم، وقال مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة. قال الحافظ: صالح المري لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي، وأخرجه أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ: إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن. انتهى الهامش. ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. هامش الأوزاعي هو فقيه بلاد الشام، عرف عنه التقوى والورع والدفاع عن الإسلام ضد من يتاجرون به، ووقف أمام الظلم والظالمين لا يخشى في الله لومة لائم. انتهى الهامش. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت عيناه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. هامش الابتهال هو التضرع، وقيل في قوله تعالى: ثم نبتهل، أي نخلص في الدعاء. رغم لك أنفه أي ذل وانقاد لأن يمس به التراب، وأصله الرغام بفتح الراء وهو التراب. الحديث أخرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني بتحقيق الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي عن ابن عباس قال: كان فيما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث، مع اختلاف قليل في الألفاظ وتقديم وتأخير، وأورده السيوطي في كتابه الجامع الصغير بشرح المناوي، وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس ورمز له بالضعيف. قال المناوي: قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وبينه تلميذه الهيثمي فقال: فيه يحيى بن صالح. وقال العقيلي: له مناكير، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى الهامش. ومعه انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان: فصل في أنواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع. وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزتك وذلي وبغناك وفقري. وكان طاووس رحمه الله تعالى قال: طاووس دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة
فصلى فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بغنائك، فقيرك بغنائك، مسكينك بغنائك، سألك بغنائك. قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت بهن من كرب إلا فرج عني. خرجه ابن أبي الدنيا. هامش أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة، طبعة مكتبة الصحابة، عن طاووس: إني لفي الجحر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين فقلت: رجل صالح من أهل بيت الخير، لأستمعن إلى دعائه الليلة. فصلى ثم سجد، فأصغيت بسمعي إليه فسمعته يقول في سجوده: وساقه. وأورده المبرد في الفاضل، الفاضل لأبي العباس المبرد، تحقيق عبد العزيز الميمني. انتهى الهامش. وروى ابن باكوي الصوفي رحمه الله تعالى بإسناد له أن بعض العباد حج 80 حجة على قدميه، فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي، وإذا بهاتف: أليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا؟ قال: فغشي علي، ثم بعد ذلك أقول: مسكينك، وأنا تائب عن قول حبيبي. فصل في معنى المساكين. خرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. هامش سبق لنا تخريج هذا الحديث في نفس الكتاب. ونضيف هنا: قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، محقق سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القويزيني، قال: في الزوائد أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول، ويزيد بن سنان ضعيف، والحديث صححه الحاكم وعده ابن الجوزي في الموضوعات. قال العلاء: إنه ينتهي بمجموعة ترقى إلى درجة الصحة. وقال الحافظ ابن حجر: قد حسنه الترمذي لأن له شاهدا. انتهى الهامش. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا يا عائشة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. هامش أخرجه الترمذي كتاب الزهد من رواية أنس، وقال: هذا حديث غريب. انتهى الهامش. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. هامش أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. وذكر الحديث بطوله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. انتهى الهامش. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وذكر الحديث. هامش حديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة صاد عن معاذ بن جبل في حديث طويل، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي كذلك عن ابن عباس مرفوعا. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب القرآن الحديث رقم 40 في غير قصة المنام. انتهى الهامش. والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مسكينا خاضعا لله خاشعا له، وظاهره كذلك. وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد بهذا، إلا أن إسناده ضعيف. وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. هامش هذا الحديث لم أعثر عليه في سنن النسائي، ولكن أورده الهيثمي في كتابه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هي الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. كما أورده المنذري بهذا اللفظ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الترغيب والترهيب، وعزاه إلى ابن حبان في صحيحه. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن النبي أنه قال: إن الغنى غنى النفس. هامش حديث متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الرقاق ومسلم كتاب الزكاة، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد، والإمام أحمد ابن حنبل في مسنده، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. انتهى الهامش. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الآئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر النفس، فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين، وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، ومن خشع ظاهره واستكان قلبه ليس بخاشع ولا مسكين فهو جبار. وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء، فقال لها رجل: هاك الطريق. فقالت: إن شاء أخذ يمنه وإن شاء أخذ يسره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها جبارة. فقالوا: يا رسول الله، إنها تعني أنها مسكينة. فقال: ذاك في قلبها. هامش الحديث أورده علاء الدين بن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال، وعزاه لابن عدي عن أنس بن مالك وللشيرازي في كتاب الألقاب عن أبي هريرة. انتهى الهامش. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف، والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. هامش المدراع أو المدارع جمع مدرع، وهو نوع من الثياب لا تكون إلا من الصوف. المطرف بضم الميم وكسرها هي أردية من خز مربعة لها أعلام. قال الفراء: المطرف من الثياب ما جعل في طرفيه علمان. راجع تاج الطاووس للزبيدي مادة طرفة. انتهى الهامش. والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبر، وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، والكبر إنما هو في القلب. هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان والترمذي كتاب البر والصلة كلاهما عن عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. بطر الحق وغمط الناس، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، والكبر ما بين القوسين المعقوفين ناقص من طبعة المكتبة القيمة، وفي رأينا الكلام لا يستقيم بدونه. انتهى الهامش. والكبر إنما هو في القلب، وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن،
ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما عمل، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك. هامش حديث متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الصلاة ومسلم كتاب المساجد، وكذا أخرجه أبو داود كتاب اللباس وأبو عوانة في مسنده، وكلهم رووه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا لفظ البخاري. والحديث يوضح أن الذي ألهى النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الإنبجانية كما يفهم من كلام ابن رجب الحنبلي، إنما هي الخميصة التي كان يلبسها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والخميصة هي كساء أسود ذو أعلام، والإنبجانية كساء غليظ لا علم له، وهذا لا يلهي في الصلاة والله أعلم. انتهى الهامش. فصل في فضل مقام العبودية. هامش هذا الفصل وجدته في النسخة المطبوعة بينما لم أجده في المخطوطة. ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد، فقال له: هون عليك، إني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هامش أخرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة عن أبي مسعود دون يوم الفتح. قال محقق سنن ابن ماجه من الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. والقديد نوع من اللحم هو ما قطب طولا وملح وجفف في الهواء والشمس. انتهى الهامش. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هامش حديث أخرجه البخاري كتاب الأنبياء والدارمي في سننه كتاب الرقائق، واللفظ للبخاري، وفيه: فإنما أنا عبده، وليست في الدارمي. ومعنى الإطراء كما يقول ابن منظور هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وذلك لأنهم أخرجوا عيسى بن مريم عليه السلام من مقام العبودية والرسالة عن الله إلى مقام الألوهية، فهو عليه السلام عندهم إما الله نفسه، وإما ابن الله، وإما أحد ثلاثة أقانيم. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأكيد بشريته، وأنه ما هو إلا بشر رسول أرسله الله لهداية العباد. وقد جاء الذكر الحكيم بآيات كثيرة تؤكد على عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سورة الإسراء، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سورة الكهف. وللمزيد مما فعله أتباع عيسى عليه السلام من إخراجه من مقام العبودية والرسالة عن الله، راجع ما كتبه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير المولود عام 701 والمتوفى عام 774 هجرية في كتابه المشهور قصص الأنبياء، عن قصة عيسى بن مريم وميلاده، وبيان أن الله تعالى منزه عن الولد ومنشأ عيسى بن مريم عليهما السلام. انتهى الهامش. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك مهول، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك
أفملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا؟ ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. أخرجه ابن سعد في طبقاته. هامش حديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى دون قوله فإنما أنا عبد عن عائشة رضي الله عنها. وقد أورده العجلوني في كتابه كشف الخفاء مكتبة التراث الإسلامي بحلب السورية دون قوله فإنما أنا عبده. وقال: رواه ابن سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة، وفي رواية البيهقي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا بزيادة فإنما أنا عبد. ورواه هناد في الزهد كما ذيل الجامع عن عمرو بن مرة مرسلا بلفظ: آكل كما يأكل العبد، فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا. انتهى الهامش. وخرجه أيضا من رواية أبي معشر عن المقبري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا ملكا وإن شئت عبدا رسولا. فأشار إلي جبريل عليه السلام تواضع، فقلت: نبيا عبدا. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا يأكل متكئا ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هامش حديث أخرجه محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى عن عائشة بنفس السند المذكور بلفظ: يا عائشة، لو شئت لصارت معي جبال الذهب، أتاني ملك وإن حجرته لتساوي الكعبة، فقال وساق الحديث كما أورده العجلوني في كشف الخفاء مقتصرا على: آكل ما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقال: رواه ابن سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. انتهى الهامش. ومن مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ومعه جبريل عليه السلام، فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت: إن ربك يخبرك أن تكون ملكا أو نبيا عبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير، فأشار إليه أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبيا عبدا. قال الزهري: فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا منذ قالها حتى فارق الدنيا. وفي المسند أو في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربك عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك. هامش البطحاء مكان متسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار، والجمع أبرطح. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي كتاب الزهد وابن سعد في الطبقات الكبرى كلهم عن أبي أمامة. وعند أحمد والترمذي: وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. يقول لبيد ابن أبي ربيعة: فعجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي.
وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. ويقول عمارة اليمني: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم وقد جهزت من أملي إلى أياديك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. ويقول أبو نواس: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدي. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. ويقول الشريف الرضي: لا تخش من غائلة فوضت إلى الإله القادر العالم، ونم إذا شئت فإن الذي يرعاك فيها ليس بالنائم. كم ذا وقى الله بألطافه شر غشوم مجمع عازم، وكم أزال الله من ظالم وأنصف القاعدة من قائم. ويقول ابن حميديس الصقلي: أيا رب عفوا عن ظلوم لنفسه، رجاك وإن كان العفاف به أولى، سألتك يا مولى الموالي ضراعة، وقد يضرع العبد الذليل إلى المولى، لتصلح لي قلبا وتغفر ذلة، وتقبل لي توبا وتسمع لي فعلا. ولا عجبا فيما تمنيت، فإنني طويل الأمان عند من يحسن الطولة. عنوان: وقال العارفون. إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراده، وقام بمراد سيده، يكون اسمه ما سمي به، ونعته ما حلي به، وإذا دعا باسمه أجاب عن العبودية. فلا اسم ولا رسم ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده. وأنشد يقول: يا عمرو ثاري عند دهري يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني إلا بيا عبدي فإنه أصدق أسمائي. وأنشد الآخر: مالي وللفقر إلي عاجز مثلي لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي، أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذ قلت مولائي، لا تدعوني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي. روى الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب أسماء الصحابة من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى: حدثني علقمة ابن سويد ابن الحارث الأزدي عن أبيه عن جده يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: جمعت لك حكمتي في ست كلمات: اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها، واعمل لله بمقدار حاجتك إليه، واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، ولا تسأل إلا لمن لا يحتاج إلى أحد، وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. هامش: كلمات عظيمة المعنى رائعة المدلول. ما أعظم هذه الكلمات لو تفكر فيها الإنسان وتدبر في معانيها ومراميها. ولم يلقي لها بالا إنسان غافل ملكت الدنيا الفانية حواسه وعطلتها عن الفهم الواعي السليم والتدبر في دنياه وآخرته.
لن ينتفع بها إنسان أشرب قلبه حب الدنيا وزينتها الخادعة. وما أحوج مجتمعنا وأمتنا الإسلامية في ظروفنا الحرجة الحالية إلى آباء مثل لقمان الحكيم يربون أبناءهم على الحكمة والخوف من الله وحده والطاعة المطلقة له العلي القدير. انتهى الهامش. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء الباطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعوه فلم يستجب لنا، فقال لهم: عرفتم الله فلم تطيعوه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وعرفتم الشيطان فوافقتموه، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرون، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته، ويختم لنا بخير آمين، إنه أرحم الراحمين رب العالمين. وصلى الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل. هامش الحديث أورده الحافظ أبو نعيم الأصمهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طبع دار الفكر للطباعة والنشر، من قول إبراهيم الخواص، وفيه: خلاء البطن وهو الجوع يورث صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ورقة القلب وصفاءه الذي به تتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. وفي بعض النسخ: خلاء الباطن بدلا من خلاء البطن، وكلاهما صحيح، فخلاء البطن هو الجوع. وخلاء الباطن يكون أيضا من الحقد والحسد والحرص على الدنيا الفانية، وذلك يجعل القلب حيا متيقظا لتقبل العلم والانفعال به. وفي الحسد أقوال كثيرة، نذكر منها ما قاله علي بن عرقلة الكلبي: وذر الحسود ولو صفى لك مرة، أبعده عن رؤياك لا يستجلبي، بكى لي حاسدي ميتا وأدري بضحك فؤاده بين الضلوع، وأكذب ما يكون الحزن يوما إذا كان البكاء بلا دموع. ويقول ابن المعتز: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. ويقول أبو الأسود الدؤلي: حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. وكذاك من عظمت عليه نعمة حساده سيف عليه ضروم، وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. وإبراهيم بن أدهم صوفي جليل نشأ في مدينة بلخ في بيت عز وثراء، ولكنه انصرف إلى الزهد والتصوف بعد فترة دراسة وتأمل في بغداد، ووهب ثروة أبيه لغيره، كما اشترك في حملات الجهاد الإسلامي ضد الروم، وتوفي في إحداها حوالي عام 166 هجرية. إلى هنا ينتهي تحقيقنا لكتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحملي، والحمد لله أولا وأخيرا. انتهى كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحنبلي، تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري، نشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم نبو الملاح، مع تحياتنا لكم.